هذا البرنامج من إنتاج النهار نور. جوه كلام الناس حكايات دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية فيهم تجمعنا نطلع منها بحكمة ومعنى، ونفيد العقل اللي سمعنا وندور على الخير بالذات. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. جوا حياة فيهم تجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة وكلام الناس. أخبارنا إيه مع القرآن بعد رمضان؟ طبعا سؤال بيطرح نفسه وبقوة في الوقت الحالي، كل واحد فينا لازم يراجع نفسه ويشوف القرآن بقى فين من حياته بعد رمضان. عشان كده احنا خدنا المبادرة في برنامجنا وقلنا ان شاء الله لازم يكون تعلقنا بالقرآن اكبر، فكل يوم مع بداية كل حلقة هنحاول نفكر نفسنا بلفظ او بكلمة او بآية من القرآن نقدر نسمي الآية دي ونقول عليها اننا كأننا الاول مرة نسمعها، او انها بتخبط ودنا بالمصطلح ده كده، بتخبط ودننا وبنحس ان احنا يا هو القرآن في آية بتقول كده. هتبقى بنحاول احنا بالآية دي او بالكلمات دي من القرآن اننا يعني نحاول نقرب من ربنا اكتر ونصلح علاقتنا بيه ونفهم كلامه اللي هو انزل عشان خاطرنا. القرآن انزل عشان كل واحد فينا لازم يقرأه ويفهمه ويعمل باللي فيه، ما ينفعش القرآن يبقى واخد جنب تاني ونبقى احنا عايشين حياة في ناحية تانية خالص. الآية اللي احنا هنقف معاها النهاردة واللي لما تقراها تخاف من المعنى وتتخض، ربنا عز وجل بيقول في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ايه رأيكم في الآية دي؟ مش محتاجة حد يشرح أو يفسر أو يقول، كل كلمة احنا بنقولها في رقيب علينا وبتتكتب، يعني كل واحد فينا أي كلمة بتتقال أو بتتكتب أو بتتبعت أو بتتشير في رقيب عتيد على كل واحد فينا بيسجل عليه الكلام بتاعه. يعني لو كلام حسن صحيفة حسنات، لو كلام سيء أو كلام سلبي يبقى صحيفة سيئات. كل كلمة ما يلفظ من قول، يبقى كل واحد فينا لازم يراجع بقى كلامه. طيب موضوع حلقتنا النهاردة احنا هنتكلم فيه عن جزء من كلام الناس اللي هو بشكل سلبي، هنتكلم عن الشائعات، ازاي الاشاعة بتطلع وازاي احنا بنقعد نتناقلها بالشكل ده، وازاي بيوصل الامر في الاخر ان كل واحد فينا يقعد يردد وينقل ويشير ويعمل، في الاخر تبقى فيه اشاعة، وكل واحد فينا لو راجع نفسه هيلاقي ان الموضوع ده هيتحاسب عليه قدام ربنا، الموضوع مش هيعدي. فاحنا هنتكلم عن جزء من كلام الناس السلبي اللي هو الإشاعة في حلقتنا النهاردة. طيب هي دي بس الفقرة اللي معانا وبس؟ أكيد لا طبعا، إن شاء الله معانا فقرة تانية مهمة جدا عن المراهقة، سن المراهقة وكيفية التعامل مع المراهق. كمان هيكون معانا في حلقتنا النهاردة إن شاء الله تجربة جديدة، وهي فقرة إن شاء الله هنعرفكم بيها ان احنا بننزل وبنعيش مع مهنة معينة او حرفة معينة ونشوف اسرار الحرفة دي ونعيشها مع الشخص اللي بيمارسها، وكمان ننقل للشخص ده كلام الناس وننقل منه كلامه للناس ونجرب التجربة ونشوف هل المهنة دي سهلة ولا صعبة، عشان كده احنا سميناها التجربة. انما زي ما كنا متعودين وزي ما احنا متعودين كل يوم ان احنا بنبدأ مع فقرة الاخبار، بنراجع وبنشوف الأخبار المتداولة في حياتنا النهاردة. عايز أفكركم كمان بحاجة بقى، بما أننا بنتكلم على الشائعات، في خبر متداول على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة عن عربية اسمها نانو إيجيبت. كل الناس تقعد تتناقل وتكتب أن في عربية نازلة وسعرها 25,000 جنيه والأقساط مش عارف بتاعتها كام ونزلت وخلاص، واتصل على أرقام، وكل ده كلام حتى الآن كلام وهمي ملوش صحة. وعايزين نقول للناس بلاش ننشر إلا لما نتأكد، ما تخلوش الناس تعلق أمال على حاجة وهي ما حصلتش، وأكيد المسؤولين لو حصلت حاجة زي كده هيطلعوا وهيقولوا لنا وهتلاقوا الموضوع بشكل رسمي أكتر
من كده بلاش شائعات، وهو ده شعارنا في حلقتنا النهارده. وخلونا نبدأ بالأخبار مع بعض. أول خبر معانا النهارده الأحد المقبل 7/8/2016 بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات بالإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا. المساحات هتتراوح بين 209 متر مربع و1500 متر مربع. وزارة الإسكان طرح أراضي جديدة يعني بشكل اجتماعي وبشكل متميز وأكثر تميزا، طبقا طبعا للحالة الاجتماعية لكل شخص. واللي حابب يستفيد من الموضوع ده هيتم سحب كراسات الشروط والمواصفات من بنك الإسكان والتعمير بفروعه، من بنك التعمير والإسكان بفروعه المختلفة، والتقديم للحجز بالمرحلة التكميلية اللي كان بقى ل 58,869 قطعة أرض. طبعا اللي عايز يشترك في حاجة زي دي طبعا مبادرة كويسة، وهي كل فترة بتنزل، واحنا حابين ان احنا نقول لكم كل فترة يعني بالحاجات اللي هتنزل زي كده، بحيث ان شاء الله الناس كلها تستفيد من الحاجات دي. والموضوع هيبدأ سحب الكراسات امتى؟ الاحد المقبل 7 اغسطس. ندخل على الخبر الثاني معانا النهاردة برضو متعلق بالثانوية، تحية طبعا لطلبة الثانوية والضغط العصبي اللي هم فيه خلال الايام دي. ينتهي اليوم التسجيل الالكتروني لرغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بتاع المرحلة طبعا الأولى النهاردة، وفي تمام السابعة يعني قبل ما نطلع على طول على الهواء انتهت كده المرحلة الأولى، أو انتهى التسجيل في المرحلة الأولى، وهيتم إعلان النتائج إن شاء الله الخميس المقبل. كل الطلبة بقى اللي قدموا الرغبات بتاعتهم إن شاء الله ينتظروا النتائج الخميس المقبل. يا رب إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة، والطلبة بتوع المرحلة الثانية يبتدوا يجهزوا نفسهم، لأن مكتب التنسيق هتبدأ فيه المرحلة الثانية الأحد المقبل، وهتستمر لمدة 5 أيام. يعني إن شاء الله ربنا يوفق كل طلبة الثانوية العامة. ندخل على الخبر اللي بعد كده. وزير النقل يشهد تسليم قطار سكة حديد جديد وقطار مترو أنفاق جديد. وزير النقل جلال السعيد شهد النهاردة تسليم قطار سكة حديد جديد مكون من 11 عربة مكيفة، والقطار أخذ رقم 14. وكمان تم تسليم قطار مترو أنفاق جديد مكيف، والقطار أخذ رقم 20. طبعا احنا عارفين ان السكة الحديد والأنفاق ومترو الأنفاق من أكتر وسائل المواصلات في الاستخدام والكثافة، فتحية ليهم على المبادرة دي، وعايزين طبعا أكتر. ومعانا على التليفون أستاذة نجوى البير المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بيك. منورانا يا فندم، وعايزين نعرف أكتر يعني القطارات دي دخلت كده الخدمة زي ما بيقولوا؟ طبعا بالفعل هي دخلت الخدمة. هو القطار بتاع النهاردة قطار السكة الحديد دخلت خلاص كده، اللي هو 212 عربة مكيفة مع الهيئة العربية للتصنيع مصنع سيناف. ده طبعا العربية رقم 161، هو العقد 200 عربية هيتم توريدهم بالكامل للهيئة. تم توريد 161 عربية حتى الآن، وطبعا في انتظار باقي العربات. إن شاء الله يعني الهيئة بتشهد الفترة دي أسطول جديد من العربيات، وكمان في تطوير كامل لجميع أسطول الهيئة إن كان عربيات عادية أو مكيفة أو في أي بي. احنا محتاجين بقى كل مترو الأنفاق يعني يتحول لمكيف، لأن حضرتك أكيد عارفة الظروف والزحام اللي بيبقى فيه. ممكن نوصل للمرحلة دي إمتى؟ هو إن شاء الله طبعا معالي الوزير مهتم بالسكة الحديد وبالمترو، وإن شاء الله يعني المترو النهارده برضو القطر يعني رقم 9 من ضمن عقد مع مصنع سيناف مكيف، وان شاء الله يعني قريب الناس هتبقى راضيه عن الخدمه ان كان في السكه الحديد او في المترو باذن الله. انا بصراحه جربت بنفسي موضوع المترو المكيف ده، فرق شاسع يعني وحاجة تانية خالص. فطبعا يعني هو النداء، احنا بنحاول نوصل نداء الناس كلها، ان احنا عارفين ان خدمة المترو بتقدم بسعر يعتبر زهيد، ولكن برضو احنا محتاجين يعني الافضل دايما ان شاء الله. طيب عايزين نتكلم كمان مع حضرتك عن الاستعدادات بعد كده لموسم المدارس والزحام والكلام ده كله. هل هيتم الدفع بعربات جديدة في الاستعدادات لموسم المدارس وقبلها موسم عيد الاضحى وكده؟
طبعا هو احنا في السكة الحديد منتبهين تماما لموضوع المدارس، لان انت عارف ان في ناس بتيجي من المحافظات، احنا عاملين اشتراكات طلبة، وكمان بندفع بعربيات زيادة للقطارات اللي عليها كثافة عالية. واحنا قبل كده كنا عملنا حصر للقطارات اللي بتقوم بمشغولية ضعيفة، بتقوم بالليل، فدي لغيناها وتم ضم عربياتها للقطارات ذات المشغولية العالية، ودي ساعدت كتير في يعني الحمد لله الكثافة على القطارات ما بين المحافظات. الحمد لله احنا شايفين انها بقت اهدى بكتير من الزحام اللي كان قبل كده. بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وبالتوفيق المرحلة الجاية، وان شاء الله منتظرين الكثير من حضراتكم. شكرا جزيلا. نخش على الخبر اللي بعد كده. أطلقت بكين مسابقة دولية لتصميم شعاري دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2022، تجربة فريدة، وشايفين الناس بيشتغلوا باحترافية ازاي، وهم بيجهزوا للدورتين دول. بيقولوا ان احنا عاملين مسابقة من مشتركين من كافة أنحاء العالم عشان يصمموا الشعار بتاع الدورتين دول. فكر مختلف في الإدارة وفي التخطيط، والموضوع مفتوح للعالم كله اللي عايز يشارك. وطبعا انا بقول من هنا ان اكيد في مصر شباب يقدروا يشاركوا في حاجه زي كده، ويقدروا يشرفونا، ويبقى ان شاء الله الشعار بتاع الدورتين دول طالع من مصر. وذكرت وكاله الانباء الصينيه الرسميه ان الموعد النهائي لتقدم المصممين بطلبات المشاركه هو 30 نوفمبر 2016. لسه في فرصه، وان شاء الله مصر عامره بولادها اصحاب الفكر والابداع. ندخل بعد كده على اخبار من العالم الإسلامي، وتحديدا أندونيسيا اللي بتشهد دلوقتي حفل مسابقة قرآن كريم على مستوى جمهورية أندونيسيا كلها، وهتستمر من كانت من 30 يوليو وهتستمر لحد 5 أغسطس. وعاملين كمان المسابقة في قطاعات مختلفة، وهو ده اللي شدنا ليها، في تلاوة القرآن المجودة، ومسابقة حفظ القرآن، وتفسير القرآن، وفهم القرآن، وكتابة بحث عن القرآن، ومسابقة في الخط العربي خط القرآن الكريم. طبعا تحية ليهم وجهد مشكور، وإن شاء الله بإذن الله يعني دي ما تبقاش أول ولا آخر مرة، وتتعمم في كل الدول العربية والإسلامية، وإحنا إن شاء الله طبعا عندنا في مصر مسابقة زي دي. طيب معانا خبر كمان، المؤتمر الدولي عن وسطية الإسلام لمكافحة الإرهاب والطائفية، وكمان المؤتمر ده موجود في أندونيسيا، والمؤتمر بيناقش مكافحة الإرهاب على مستوى قارة آسيا كلها. برضو جهد ملموس وجهد مشكور، واحنا بتشهد الفترة الأخيرة زي ما احنا شايفين حوادث إرهابية كتير، وبتنسب خطأ للدين الإسلامي، والدين الإسلامي طبعا منها براء. والمؤتمرات دي من شأنها إن شاء الله إن هي توضح الصورة وتوصل الرسالة الصحيحة عن الدين الإسلامي الوسطي السمح. التوصيات اللي خرج بها المؤتمر إنشاء مركز لدراسات الإرهاب، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ووضع خطة لمواجهة الإرهاب في دول آسيا، ودعم التربية الدينية بتطوير المناهج التعليمية، ودي احنا محتاجينها احنا كمان، ودعوة العلماء لتفعيل أدوارهم وواجباتهم. طبعا احنا كمان محتاجين تتفعل الحاجات دي أكتر عندنا احنا كمان، ومحتاجين مؤتمرات زي دي يتم الإعلان عنها في مصر وفي كل البلدان العربية والإسلامية، عشان نصحح الصورة وتوصل الصورة الصحيحة للإسلام. خلونا نروح لفاصل ونكمل بقية فقراتنا النهاردة، خليكم معانا بعد الفاصل. واللي تقوله ده باقي عشانك، دايما خلي كلامك خير، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكون بتعلمنا حاجات. كل حكاية ربنا بيستخدم كل واحد فينا في مكانه وفي مهنته، مفيش مهنة مهمة ومهنة مش مهمة، ومفيش حاجة اسمها مهنة قليلة طالما بالحلال وبعرق جبينك. عشان كده احنا قلنا لازم نعمل فكرة التجربة. يعني ايه تجربة؟ بننزل لكل مهنة ولكل حرفة من الحرف المصرية او المهن المصرية، نقول لصاحبها شكرا على مجهودك، وكمان نوصل له كلام الناس اللي عايزينه منه، او النصايح اللي الناس بيقدموها له، او الحاجات اللي الناس بتزعجهم في المهنة دي، وكمان نوصل منه هو كلامه للناس، ونعيش معاه هو التجربة بتاعة المهنة اللي بيقوم بيها.
كده احنا نبقى وصلنا الصورة كاملة وحسسنا كل واحد فينا بقيمة اللي هو بيعمله بجد، واحنا محتاجين المفهوم ده يترسخ عند كل واحد فينا، محتاجين نحس بقيمة بعض وبقيمة اللي كل واحد فينا بيعمله بجد، مش كلام وبس. تعالوا نشوف التجربة اللي معانا النهاردة، ونزلنا وعشنا التجربة مع صاحب محل عصاير. اغسل الكوبايه كويس بدل ما انت دايما عارف بتاع عصير القصب بيمسك الكوبايات كلها بطراطيف صوابعه وحطها تحت الحنفيه وخلاص فضي انتهت، وانت بقى ما تعرفش ايده دي كانت محطوطه فين اصلا قبل الكوبايه. يعني بطل يغشنا شويه في موضوع العصير، لان هم بيبقوا عارفين ده ناشف ده مش عارف ايه، طب زود ميه زود سكر كده. الرفعه اللي بيرفعها دي بيطرطش بيها في كل حته وهو فاهم ان هو كده صح، انت فاهم يعني بيعمل كده والدنيا بتتبهدل. انا ببعد، بضطر ان انا ابعد عشان الكوبايه وهي بتصب ويرمي لك الكوبايه والدنيا بتبقى مبعترة ويعمل كده وبتاع. بالنسبه لموضوع الغش في العصير ده، مصر كلها بتغش في العصير. وبالنسبه للنظافه، لو انت لو بصيت على اللي هو قدام الراجل بتاع العصير هتلاقي دايما في طبقه كده اللي هي الطبقه اللي هي بتاعه العصير فوق بعضه. في بقى حاجه هي اكتر حاجه دلوقتي بصراحه مضايقه الواحد في موضوع القصب، ان ممكن تلاقي واحد بتاع قصب دلوقتي بقى يخلي المحل قهوه، تلاقي الراجل بتاع عصير القصب وقدامه 4 متر كراسي وشمسيات. دلوقتي بقى كراسي شمسيات وقاعده، يبقى لبسه نضيف وتعامل مع الناس كويس لا اكتر ولا اقل. الايام دي الجو حر وكل واحد فينا بيبقى ماشي في الشارع بيدور على اقرب محل عصير، وطبعا الراعي الرسمي للعصير عند المصريين هو عصير القصب. النهارده احنا هنعمل تجربه مختلفه، هنقرب من مهنه عصير القصب او اللي بيعصر القصب، ونعرف كمان الخبايا وراء المهنه دي والاسرار وسر الصنعه، وننقل له كلام الناس وننقل كمان كلام الناس لصاحب المهنه دي. تعالوا نبدا التجربه مع بعض. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ خليك الحمد لله. نتعرف بحضرتك الاول. انا اسمي احمد محمد. حاج احمد، شغال في المهنه دي بقالك قد ايه يا حاج احمد؟ بقالي حوالي 60 سنه. ما شاء الله 60 سنه، من زمان قوي يعني. من زمان قوي. طب كلمني كده عن مهنه العصاير بشكل عام وعصير القصب، كانت بدأ ازاي ووصلت لايه؟ لا كان مكان بلدي زمان درافيل خشب زي البقر الخشب كده، زي كانت بتدور بالموتور برضو وبسير كبير وبس، كان عصيرها كان احلى من عصير المكن الجديد ده. المكن ده بقى حديد صح؟ ده حديد. طب قول لي الحديد ده بيأثر على هو سلستين؟ لا مش حديد اللي هو بيزرنخ كده، لا ده سلستين. يعني ما يأثرش على القصب اللي طالع في حاجه ان هو يبقى صحي يعني؟ لا ما صحي برضه. بيبقى صحي صحي. تمام. طب زمان كان بتاع عصير قصب عنده كل ما شاء الله العصاير والانواع دي ولا؟ لا والله كان في زمان في محلات عصير قصب بس، كانش بيعمل العصير قصب بس. دلوقتي بقى دخلت العصاير كتيره بقى، عصير مش عارف يقول لك بوريو وعصير كانتالوب وعصير بطيخ وكل العصاير دي دخلت. طب كلمني ايه سر عشق المصريين للقصب بالذات يعني؟ القصب حلو اصلا صحيا للكلى للصدر، وعالريق الصبح كمان لما يتشرب كمان بينضف الصدر كويس وحلو للكلى ومضر البول. طب اكتر حاجه بقى فيها اقبال عندك هنا في المحل القصب؟ القصب اكتر حاجه القصب. طب كلمني، بنخش عند بعض الناس بيبقى في تفاوت في سعر عصير القصب، ده جاي منين يعني؟ ما هو القصب جاي من النقل نفسه، من المزارع نفسه لغايه المكان. اولا الناس اللي بتربط وتعمل وتجيب القصب كل ده بياخد اجره كتيره، فهو ده السبب اللي بيغلي السعر القصب. احنا بما ان برنامجنا اسمه كلام الناس، فاحنا جايين ننقل لحضرتك كلام الناس وننقل منك انت كلام بقى للناس، عايز تقول لهم ايه؟ طيب مبدئيا كده الناس هيتكلموا اول حاجه على النظافه،
انتوا بتعملوا ايه؟ مش حضرتك بس، كل بتوع عصير القصب بتعملوا ايه عشان الحاجه تطلع نظيفه؟ بالنسبه لمحلات العصير كلها لازم المكنه تتغسل مرتين في اليوم، كويس. الكوبايات على طول لازم تتغسل عشان خاطر الامراض انت عارف المنتشره دلوقتي. وبعدين كل المحل لازم يتنظف يوميا على طول بميه وصابون وكلور، لازم يتنظف كل يوم. الكوبايات بتتغسل باستمرار؟ لازم تتغسل باستمرار بميه وصابون وكلور كمان عشان طبعا النظافه. وانا كنت شايف حضرتك بتمسح الرخامه دي. اه لازم تتمسح كل شويه على طول، كل شويه لازم تتطوق. انا كل 3 ايام لازم اجيب فوطه زي دي لازم اطوق بيها على طول. طيب الفاكهه بقى، ندخل على الفاكهه. في ناس ممكن تقول لك طب ما انتوا الفاكهه دي بتخزنوها فتره طويله، يعني الفاكهه ممكن تكون بايظه او مش كويسه. لا لا لا، اصل بس اللي هيخزن لازم يخزن الحاجه تكون نمره واحد اولا، متخزنه صح او متخزنه صح، لان لو خزنها وحشه هتطلع برضو وحشه. فالزبون اصلا يعني هو ده كله ده طعم، اي حد هيدوق شويه كده وهيرمي الكوبايه هيزعلك يعني. مش فانتوا الحاجه بتخزنوها بشكل صح؟ اه لازم، يعني ما تطلعش حاجه بايظه. لا 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 لا، مفيش حاجه بايظه اصلا خلاص. يعني دلوقتي احنا مش عايزين اصلا نبيع كتير بس نكسب قليل. طيب برضو حاجة تانية، تروح لناس تلاقي القصب حاسس ان هو عصير يعني مركز كده، الناس هتلاقيه خفيف بقى مزوده كل مية. بيزود له تلج، بيزود له تلج، هو ده السبب. بتعملوا كده؟ احنا هنعمل كده ليه؟ ما انا بقول لك احنا عايزين نبيع كتير ونكسب قليل. فبتحط تلج بمقدار معين؟ طب هو ازاي التلج بيتحط؟ يعني احنا بنلاقيه انت بتاخده على طول من على المكنة وبتصب على طول، التلج بيبقى فين؟ في المكنة نفسها. جوه المكنة؟ المكنة الحديثة دي بيبقى فيه حوض جوه بيتحط فيها التلج، وهو بينزل القصب عليه ويسقعه. بينزل القصب ساقع على طول. طيب حاجة تانية برضو الناس بيتكلموا عليها عن المحل نفسه وفكرة تعليق الفاكهة، يعني ده كده صح ولا غلط؟ ولا يعني الفاكهة متعلقة كده ده صحي ولا لا؟ لا ده صحي، لأن أصلا كل الحاجات اللي متعلقة دي بتنزل، اللي بيطلع منها وحش بيترمي، واللي بيطلع منها بيتغسل وبيتغسل عادي مفيش مشاكل، لأن ما فيهوش حاجة أصلا طالما الحاجة بقشرتها زي ما هي خلاص. يعني دي طريقة تخزين كويسة. اه. طيب كلمني بقى، ادينا شوية من أسرار بقى المهنة، يعني ازاي أطلع مثلا عصير بشكل كويس، أحفظه ازاي، كلام زي كده. بص حضرتك، عصير البرتقال بيتعصر طازة أول بأول، ولو عصرته مثلا هو أكتر حاجة ليه نص ساعة، وبعد كده خلاص ما ينفعش ولا مفيد ولا فيه حاجة صحية. يعني لازم يتعصر في ساعتها ويتشرب، ما نخزنهوش. ولا العصير القصب كمان لازم ينزل من المكنة على الشرب على طول. إنما عصير المانجا ممكن يتعصر ويتخزن في ثلاجة فريزر عادي. يعني بنعصره عادي خالص ونجهزه ونقفله؟ نجهزه أو نقفله ونحطه بقى بعد كده في الثلاجة أو في الفريزر. عايزين من حضرتك كمان بقى نصايح، او ايه الكلام اللي عايز توجهه للناس؟ بالنسبه للناس اللي بتخش مثلا، في واحد يخش مثلا في صواني محطوطه زي كده، يخش يروح ماسك المانجايه ويقعد يعمل كده وبعدين يدوس عليها، مكان الدوسه دي بتاثر على المانجايه نفسها كويس، فبضطر يرميها يعصرها على طول، يعني مبوظ لك الحاجه. اه وفي واحد يخش بكامل قصب، ممكن طيب في كوبايه، ممكن تغسل لي الكوبايه، اقول له حاضر بغسلها له. بعد ما اغسل له الكوبايه بيقول لي كام؟ بقول له مثلا 2 جنيه القصب. يقول لي ليه ب 2 جنيه؟ ما هو في محل تاني بجنيه ونص. اقول له يا عم ده ليه طعم وده ليه طعم. ده بيضايقني. ده برضه من الفصال يعني. اه في الفصال ده بيضايقني. طيب برضو بعض الناس ممكن توجه بقى كلمه ليكم وتقول لكم ما هو موضوع الاسعار ده، ما انتوا اولا انتوا بتغلوها، ثانيا ما انتوا بتغشوا في القصب وتزودوه ميه، تقول لهم ايه؟ لما انا اقول لك مثل بلدي بيقول لك اللي ما بيعرفش يقول عدس. ما هو لو يعرف ان القصب بيجي ازاي كان عرف ان سعره قد ايه، لو عرف ان البرتقال او المانجا او البتاع بتكلفنا قد ايه عشان نروح نجيبها، هو ده السبب. يعني هو الغلا ده بيبقى من بدايه المنتج نفسه. طب وموضوع الغش مثلا في الحاجه، يعني يقول لك مثلا مزود الحاجه دي ميه هتطلع تاني. بص ممكن في محلات، انا بقول لكش لا، في محلات تعمل كده، بس امتى بقى يعمل كده؟ لما يكون عندي ضغط شغل جامد،
لكن محل هادي مثلا ما فيهوش شغل لازم يضطر ان هو يحصل الحاجة نظيفة عشان يجيب زبون. وبعدين سامحني برضو انا هحط على كلام حضرتك، يعني هأكد على كلام حضرتك بحاجة، ان اللي بيعمل هيعمل لنفسه زبون، واللي مش واللي يعني اللي هيحط حاجات زي كده هو ده اللي انا قصدي عليه برضه. مش الزباين من عنده بالظبط كده. ما هو انا دلوقتي عايز اكسب زبون، هدي له حاجه نظيفه وحاجه كويسه ولا ادي له حاجه وحشه؟ هدي له حاجه كويسه عشان يجي تاني ويبعت غيره. كله يجي يشرب عند عم احمد هنا عشان ايه؟ ياخد حاجه كويسه ان شاء الله. اللي عايز يشرب حاجه كويسه ما يفصلش في سعرها. انا بدي له حاجه كويسه، انما عايزني بقى ان انا ادي له حاجه رخيصه غش. بس انا طب هروح فين من ربنا؟ احنا بنشكرك عم احمد، وانا عايز النهارده بقى اعيش معاكم تجربه بتاع عصير القصب، تعلموني بقى اعمل ازاي العصير وبقيه العصاير. ممكن؟ اه ممكن. طب هلف لك بقى. لف يا استاذ. تحية لعم احمد والكل بتوع العصير في كل حتة. الموضوع يعني مش صعب بس برضو ما هواش سهل، خاصة موضوع التقشير بتاع القصب متعب جدا. انا عايز اقول لكل بتوع العصير والكل اللي بيشتغلوا في مصر وكل الشقيانين تحية ليكم، وبشكرك عم احمد انك استضفتنا النهاردة. شكرا. دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية في يوم تجمعنا وكلام الناس حكايات، دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية فيه. معاكم مشاهدينا مرة تانية وفقرتنا دلوقتي عن سن المراهقة وازاي يعدي بسلام في كل بيت من بيوتنا. واسمحوا لي ارحب بدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا مهند، تنورنا النهاردة. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. بنورك ان شاء الله. نبدأ من فين بقى في موضوع المراهقة ده؟ طبعا موضوع المراهقة موضوع كبير، وكل طبعا الأسر المصرية بتشتكي من الموضوع ده، ومهما برامج كتير اتكلموا عنه أو عرضوا المشكلة وحلولها، بس كل يوم المشكلة بتزيد، لأن كل يوم عندنا طبعا أطفال بتزيد، وكل يوم عندنا انفتاح أكتر واختلاف ثقافات واختلاف عادات وتقاليد، فده كله بيأثر على الأطفال وده كله بيأثر على المراهقين. هو ازاي، هو يعني ايه مراهقة من الأول؟ بص انا عايز اقول لك حاجه، هو مرحله المراهقه دي هي الانتقال من مرحله الطفوله. طبعا احنا عندنا عارفين ان احنا عندنا طبعا بيكون في طفل بعد كده بيبدا يخش في مرحله المراهقه. مرحله المراهقه دي بتبدا سنها من 11 سنه ل 20 او 21 سنه. يعني هي بتتراوح في المده دي كلها؟ ملهاش تحديد معين؟ لا ملهاش تحديد معين، بتتراوح من 10 سنوات بتوصل لغايه 20 21 سنه. المراهقة دي هي عبارة عن بعض التغيرات اللي هي الفسيولوجية والنفسية لدى الطفل علشان يبدأ يكون ويبدأ يتحول من طفل لمراهق. يبدأ يتحول من طفل لمراهق ليه طلبات وليه احتياجات نفسية ومعنوية وليه بقى قصة تانية وحياة جديدة. طب احنا بنقع في غلط لما بنعامل المراهق على انه لسه طفل، يعني كتير من البيوت بتبقى شايفاه هو حتى كحجما وكشكلا هو شكله طفل. بص انا عايز اقول لستك حاجة مهند، هو المشكلة كلها في مرحلة المراهقة هي تكوين الانا لدى المراهق او المراهقة. يعني ايه الانا؟ يعني انا كبرت، انا بقيت راجل، عايز اخرج، عايز اتأخر، ارجع براحتي،
وفي مشكلة كبيرة جدا ان المراهق بيبدأ يكون كده بعض الصفات في مرحلة المراهقة. ايه الصفات دي؟ اول حاجة تمرد، يعني الأسرة تقول له يمين هو عايز يروح شمال، يقولوا له شمال هو عايز يروح يمين، معارضة من أجل المعارضة. هو معارض، هو بس معارض لدرجة إن أنا يعني إن أنا بقيت كبير. دي المشكلة في كده، إن أنا راجل بقى دلوقتي ويعتمد عليا، وعايز أحس بقى برجولتي، وعايز أتأخر براحتي بره، وعايز أقول قرارات وتسمعوها، وأنا ليا رأي وليا أسلوب. طب نقف عند نقطة التمرد دي بالذات، وحضرتك تقول لنا هنا الأسرة المفروض تتعامل إزاي؟ يعني مزيد من الشد ولا هي بقى بص انا عايز اقول لسيادتك حاجه، تحتويه؟ هقول لسيادتك حاجه، هو طبعا بعض الاسر عندها بعض الاعتقادات الخاطئه في مرحله المراهقه، ان الاسره دايما شايفه ان انا طالما وفرت لابني الاحتياجات الماديه يبقى انا كده عملت مع ابني كل حاجه، ان انا بجيب له مثلا لبس على اعلى مستوى، بدخله مدارس محترمه، ما بقصرش معاه في الدروس، وبعمل معاه كل حاجه. لكن للاسف الاسره تفتقد الى الجانب النفسي، وهو اشباع الاحتياجات النفسيه التي يفتقدها الطفل اللي اتحول لمراهق. وتقريبا دي اخطر نقطة. اخطر نقطة هو ايه؟ الاحتياجات النفسية. طبعا هو اكيد كبر، دخل في مرحلة المراهقة، ابتدى يا مهند يكون صداقات جديدة. طب ما انا اعرف الناس اللي هو بيكلمهم دول سلوكهم ايه؟ ابتدى يكون مثلا عنده فيسبوك. طب ما انا مثلا المفروض يكون معايا الباسورد بتاع الفيسبوك. ما ينفعش انا دلوقتي في السن ده، ما ينفعش ان انا بقول ان انا، لا ده انا بتعدى على خصوصيات ابني، لا ده ابني لسه مراهق، من حقي ان انا اتابع خط سيره واشوف بيعمل ايه. بس هقطع كلام حضرتك هنا واقول لك ان المتابعه دي لما هو بيحسها زي ما حضرتك بتقول من شويه بيتمرد اكتر، وبي يعني فازاي اتابعه بشكل هو يبقى يعني متقبله بشكل ما، يعني عشان ما نوصلش بص للصدام انا عايز اقول لسيادتك حاجه، وان هو يقول لك انا كبرت ودي خصوصيتي ما وحياتي. دي خصيته، بس في خطر، في خطر عليه، في خطر من اصدقاء السوق بره، في خطر من استخدامه الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطر بيجي. ممكن يبقى على سبيل المثال يا مهند، ممكن يبقى قاعد عادي مش في دماغه حاجه، ممكن يكون واحد صاحبه مشير صوره غير مخله. مخلة. تمام، مخل، فطبعا هو شاف الصوره، الخطر جاله. طب ما انا انقذه واحاول ان انا افهمه ان ده خطر، وان لما تجيلك حاجه زي دي تاني حذر صديقك اللي بعت لك الحاجه دي، لو ما انتبهش لتحذيرك الغي صداقته. يعني حضرتك كده بتقول لنا صراحة لازم متابعة، طبعا. وحتى في موضوع الفيسبوك والسوشيال ميديا والكلام ده كله لازم بص أتابعه انا عايز اقول لك حاجه، أراقبه ولا أتابعه؟ ما انا دايما افهمه ان انا مراقبك، ان انا وراك، ان انا في ظهرك، يعني عيني أحسسه إن أنا طبعا مراقبه. عيني مفتحه لك. يعني مثلا على سبيل المثال، ما ينفعش مثلا يقول لي ايه ده، انا اصحابي مثلا خارجين، عنده مثلا 11 12 سنه في مرحله المراهقه، او 13 14 سنه، اصحابي خارجين ويخرج بالساعات بعيد عن البيت. طب ابني بيعمل ايه بره؟ بيكلم مين؟ ارتكب حاجات صح ولا حاجات غلط؟ فين الدور؟ انا مثلا كأب عندي ابن في السن ده، لازم كل شويه تليفون، انت فين؟ انت جيت ليه؟ في قواعد ونظم للبيت، ما انا لازم اخلي ابني لازم اوقفه على رجله. ما ينفعش ان انا انا انت عايز كام مصروف، وانا عايز كذا، انا عايز اشتري كذا، اتفضل. طب فين الاحتياجات النفسيه؟ فين الحوار المتبادل ما بين الاسره واولادها؟ يعني مثلا على سبيل المثال، انا عندي ابني، احنا كلنا خطائين طبعا، الكبير بيغلط والصغير بيغلط. انا عندي ابني دلوقتي، انا عندي ابني جه يا مهند مثلا غلط، فلو انا بيني وبينه حوار متبادل جميل كده، واحنا مصاحبين بعض وبنتكلم مع بعض في كل حاجه، ما بتكسفش مني، جه قال لي مثلا يا بابا انا غلطت في الحاجه الفلانيه، المفروض يعني كأب بقى عنيف وبتاع، يخبطه جوز إلام، يضربه، يعنفه، انت مش ده نافع، الاسلوب المتبع الاسلوب عندنا. المتبع، انت مش نافع، والله ما انت خارج لمده 10 ايام، ما فيش مصروف، ما فيش الرحله اللي انت كنت عايز تطلعها. لا، ده انا لازم اعمل عمليه استيعاب، استوعبه نفسيا، تعالى انت غلطت. بس اللي حضرتك بتقوله ده بيبدا من بدري، يعني لازم اكون انا ممهد له ده اعتقد من فتره كمان الطفوله، فكره الاحتواء، وان انا ابقى يعني في كلام وحوار تمام. ما انت مع ابني بتبدا على طول. في مرحله ال10 سنوات، انت لسه بتاخده من مرحله الطفوله بتدخله على مرحله المراهقه. طيب نكمل بس ناخد تليفون معانا. نوران، سلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. احنا الموضوع طبعا حلو جدا، بس حابه اقول بس ان في موضوع فتره المراهقه دي، الحاجه الوحيده اللي محتاجينها بجد عشان ما يعني تعدي بسلام كده وما يبقاش فيها مشاكل لا نفسيه ولا اي حاجه، الواحد بيبقى حاطط اهداف وبعد كده يعني طالع للكليه او كده حاطط اهداف ويتخرج منها ويبقى ناجح في الحياه، ان يبقى فيه دايما توعيه مستمره من جانب الاباء
يعني، وخصوصا ان الام تبقى مع البنات والاب مع الولاد بحب وبصداقه، يعني لازم الحب والصداقه دول يبقوا مستمرين ما بينهم، وفي توعيه بقى مستمره على طول يوعيهم انتوا، والبنات ما تستنزفش طاقتها ولا قلبها ولا فكرها، يعني تحط تعاملات وحدود مع الولاد، ما تحاولش تتعامل معهم بحريه زي ما احنا بنشوف في التلفزيون او زي ما موجود في المدارس بشكل عام والدروس وكده، لا لازم تحط حدود، ويبقى في توعيه بقى من جانب الاباء، ويا ريت ان الاباء يعني في الفتره دي خصوصا ومع الاجيال الحاليه ما يتعاملوش بعناد ابدا مع اولادهم، طب يعني على طول الاحتواء يفكروا. او الاحتواء او الحوار اللي انت بتقولي عليه ده حصل معاكي ولا لا؟ اه الحمد لله. طيب الحمد لله يعني زي انا الفل. سواء مامتي او بابايا الحمد لله، يعني خصوصا مامتي لان احنا بنات وفرق لا معاكي؟ صديقتنا جدا. فرق معاكي؟ اه طبعا اه طبعا، يعني الحمد لله ما كانش لينا اي مشاكل في المدرسه، المدرسين الحمد لله كانوا بيحبونا طالعين حاطين اهدافنا، ما كانش فيها الحمد لله مشاكل اللي احنا كنا بنشوفها مع زمايلنا ولا اي حاجه، حتى دخلنا الكليه ما كانش فيه مشاكل مع اي حد، ولا كنا بتوع حوارات دي لابسه ايه دي عامله ايه دي بتتعامل مع، مالناش دعوه باي حد خالص في حياتنا الحمد لله. شكرا لك وهي يا ماما مراد. دايما صداقتها، حسيت ان هي بتكبر معانا، يعني ماما واحنا صغيرين بتلعب وتهزر، بنكبر بتكبر معانا 3 سنة، ما واجهناش الحمد لله مشاكل ابدا ابدا مع مامتنا، ولا هي كمان ولا كانت بتغلط فينا ولا بنتضرب ولا اي حاجه من الكلام ده، طب الحمد فانا شايفه لله. ان ده فعلا الحل الوحيد يعني. تحية ليك يا نوران، وتحية لبابا والماما كمان عشان هم ساهموا ان التجربة توصل بسم الله ناجحة ما شاء كده. الله. شوف لما الأسرة بتكون عندها احتواء نفسي لأولادها، شوف البنت دخلت جامعة وبتتكلم في التليفون، بتعرض وجهة النظر جميلة، بتقول أنا كانت الأم صديقتي والوالد كان صديقي. يبقى احنا بنكمل كلامنا في اللحظة دي، إن لما يجي لك ابنك ارتكب خطأ لأول مرة استوعبه وفهمه إن ده غلط، بشويش بصوت معتدل عبر له عن غضبك بس مش بالعنف، بصوت معتدل متوسط وصل له الرسالة. تقدر بعد كده لما يكون عنده خطأ عارف إن أنت هتقف جنبه، هتسنده، هتدعمه، هتستوعبه، هيبدأ يجي يحكي لك، يبقى أنت كده كسبت إن أنت بقيت صديق ابنك. مهما كان الخطر كبير أو اللي بيعمله كبير. بص أنا عايز أقول لك حاجة، هو في الأول وفي الآخر ده ابنك، خطأ كبير، خطأ صغير أنت لازم تحتويه. افرض جالك إيه؟ واحد جه قال لك أنا ابنك ممسوك مثلا عمل حاجة غلط كبيرة، فانت لازم برضه هتستوعبه، انت هتتبرى من ابنك، يبقى في حاجه اسمها استيعاب. طب وفكره الجاهزيه لده يا دكتور، لازم ابقى جاهز لده؟ يعني مش دايما شايف الصوره ورديه وانا كأب او كأم ان بص هو انا عايز اقول يفضل لك، ابني كويس والله. لا بص اقول لك حاجه، دايما في مشكله كبيره جدا، دايما الاب والام اللي كانوا في مرحله المراهقه ارتكبوا اخطاء في مرحله المراهقه شديده جدا، فدايما طالعين مقفلين على اولادهم، وبقى مش عايزين يدوا فرصه لاولادهم ان هم يغلطوا، وبيتعاملوا معاهم بعنف، لانه في يوم من الايام كان في مرحله المراهقه يا مهند وعارف وعمل اخطاء الدنيا، والام برضه نفس القصه، فطالعين مقفلين على الاولاد تقفيل جامد، بس ما فكروش في حاجه، ما فكروش في ايه؟ اختلاف العادات والتقاليد والثقافات بتاعت المجتمع والتكنولوجيا الحديثه الموجوده، الكلام ده ما كانش موجود ما فيش تقدرش عندك، تقفل على ما حد تقدرش دلوقتي. تقفل. حاول ان ابنك يعمل الحاجه قصادك احسن ما يعملها من وراك. حاول لو ابنك في بداية مرحلة المراهقة ابتدى يسألك أسئلة محرجة عن بعض الحاجات، جاوبه بما يتناسب مع عمره الزمني، ما يعني تسيبوش. اقول له اه طبعا انا ما يتناسب مع عمره، يعني مش هنفتح له جامد، بس انا هجاوبه بما يتناسب مع عمره. يعني عشان في جملة مشهورة عند الآباء والأمهات، لما تكبر هتعرف، لما ما تكبر كلمة هقول لما لك. تكبر دي في التكنولوجيا الحديثة هو يعرفها أصلا، هو ممكن يقعد على جوجل يعمل سيرش يكتب كل حاجة يطلع له كل حاجة طيب على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، موجود كل حاجة. فبتنصحنا ان احنا لازم نقول يعني بما يتناسب مع عمره ونحترم عمره. بما يتناسب مع عمره الزمني اوصل له المعلومة لبعض الأسئلة المحرجة، لان في بعض الاسر يقول له ايه توجعش دماغي، لا ده لما تكبر ما تسألنيش، انت بتسأل ليه السؤال ده، هو مين اللي قالك عن السؤال ده، طب ما هو كده كده عارف كل حاجة. احتوي ابنك، عرفه كل حاجة بطريقتك المناسبة، حاول ان انت تخلي ابنك يتأقلم معاك وانت تتأقلم معاه. وغير كده كمان عايز اقول حاجة، دايما الاب والام يعني مثلا الاب في عمره الزمني لازم ينزل من تفكيره وتفكير تفكير ابنه، لان ابنه مش هيطلع له حلو التفكير. جدا فكرة انت اه التفكير. ينزل من تفكيره لتفكير ابنه، يعني مثلا لما يكون عندك ابن 5 6 سنين كبره واتكلم معاه واقعد احكي له انت بتعمل ايه، انا رحت مشوار، انا جيت من المشوار، كل ما تديله بعض المعلومات دي، ده اسمه الحوار المتبادل والثقة المتبادلة ما بين الاسر وما بين الابناء. طب تيجي نسمع كلام الناس؟ هنسمع احنا كلام نزلنا الناس. وسألنا الناس ايه هي المشاكل اللي بيقابلوها في سن المراهقة، تعالوا نشوف الناس قالوا ايه. المشاكل التي تواجه المراهق وهي الفراغ،
ولكن هناك حكمة تقول إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. فلابد على منظمي ومنظري ومشرعي أن يراعوا عملية الوقت بالنسبة لتطور الزمن للمراهق. عدم فراغ الأب والأم لتربية المراهق والتعامل معاه بشكل جيد. الحاجة التانية الإعلام والميديا والسوشيال ميديا دلوقتي كلها حاجات طبعا هي الحقيقة اللي بتربي المراهق، لدرجة أن المراهقين في مصر دلوقتي ثقافتهم أصبحت ثقافة مستوردة. إن في فكرة بينه وبين أهله إن هو لو عايز يعمل حاجة طبعا أهله ما بيردوش عليها، الشارع دايما مختلف معاه، يعني بيتدخل في حياته الخصوصية قوي. من ضمن برضو المشاكل اللي بتواجه المراهق إن الصعوبات كتير جدا، حاجات كتير، يعني مثلا لو هو عايز يخطب أو حاجة زي كده طبعا كل حاجة بقت غالية. البطالة دي يعني عامل أساسي، ودي ليها تأثير كبير على يعني نفسية الشاب من دول، دي نمرة واحد. الحاجة الثانية ان في بعض المراهقين بيبقى حاصل على مؤهل عالي وخبرتك وبعدين بيفضل مركون ما بيشتغلش. المشاكل اللي بتواجه المراهق ان هو مش بيلاقي حد يفهمه، الصحاب، لان هو بيكون متأثر بيهم، لان هو قاعد يعني هو بيقعد طول الوقت معاهم بيكون متأثر بيهم، افكاره شبه افكارهم، فهو ممكن ان هم بايدهم يا يعني اما ان هم يغيروا للاحسن او للأسوأ. الاعلام ما بيهتمش بيه وبرضه بيبقى في سن لسه صغير يعني. اهم مشكله بنقابلها هي الاعلام، تعامل الاعلام مع المراهق لا يتناسب تماما مع المرحله السنيه والمرحله العمريه الخطيره اللي بيمر بيها، من حيث الدراما، من حيث التراجيديا اللي بتحصل، من حيث المشاهد اللي بتؤجج وتثير غريزته. ايه رايك يا دكتور في كلام الناس؟ والله احنا تحت امر كلام الناس كله. الناس كلامها طبعا كل واحد بيتكلم عن مرحلة المراهقة من حسب ما تعرض ليه. يعني اي انسان بيحكم على مشكلة في الدنيا من وجهة نظر ما تعرض له من قبل هذه المشكلة. فطبعا الناس يعني قالوا الفراغ، قالوا ان مفيش حوار، في ناس قالت الاعلام، ما هو طبعا ده مشكلة كبيرة. الاعلام ده ليه دور هادف جدا، وكمان انا عايز اتكلم مش قصة الاعلام بس، انا عايز اتكلم عن دور الدراما والافلام. الدراما والافلام ما ده كله بيأثر على المراهقين. يعني مثلا انا اقول لك على سبيل المثال، بعد ما بتشوف مسلسل في رمضان او بتشوف فيلم نزل مثلا، بعد ما بيخلص الفيلم المصطلحات كلها اللي كانت بتتقال في الفيلم كل المراهقين اللي هم مش على دراية او وعي بيقلد الحاجات دي. يعني مثلا اقول لك مثال بسيط، عندك مسلسل الاسطورة، مع احترامي طبعا لمحمد رمضان ممثل بارع، بس انا بتكلم عن المحتوى. المحتوى في ناس اطلقت على نفسها شباب انا الاسطورة، طب ما ده غلط، ما ده اللي بيخلي المحتوى بتاعنا يكون فارغ. احنا عايزين نشبع المراهق، نشبع دماغه باعلام هادف، بمعلومات هادفة ومهنية، عايز اديله خبرات، عايز ابنيه واعمل له ثقة علشان يقدر هو في يوم من الايام ده المراهق ده الشاب اللي هو هيكون العمود الفقري لنهضة اي بلد، للمجتمع نفسه كله. ده اللي انا عايز اعلمه يكون عنده مشاركة اجتماعية، عايز اعلمه يكون عنده تفاعل اجتماعي، عايز اعلمه هو بعد كده ده العمود الفقري بتاع المجتمع، نهضة اي دولة او نهضة اي مجتمع قائمة بشبابها. لازم نحافظ عليه، وبداية من الاعلام والدراما زي ما حضرتك بتقول. طب احنا معانا تليفون ميار، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا كنت عايزة اكلم الدكتور في حاجة. اتفضلي يا ميار. انا عندي اخويا 17 سنه، على طول مع اصحابه دايما في الشارع، يعني دايما متمسك باصحابه، ما بيسمعش كلام مثلا والدتي ولا والدي، شايف ان صاحبه هو يعني باباه او مامته، دايما سنة بيسمع كلامه هو اكتر حد. مثلا يجي مثلا والدي مثلا ينصحه بحاجه مش بياخد بالنصيحه ديت ولا بيعمل بيها خالص، دايما شايف ان بابا وماما هم يعني ايه اعدائه. انا عارفة ان دي فترة مراهقة وان هو ممكن يغير، بس انا خايفة من اصحابه اللي هو صاحبهم يكونوا مثلا يعني في خطر، يعني مثلا سيئين، احنا ما نعرفهمش قوي. الرسالة وصلت يا ميار. منغلقين على نفسنا، يعني تربيتنا دايما منغلقة، هو الوحيد اللي دايما يعني خارج برا، دايما في الشارع، دايما انا نازل انا خارج. شكرا يا ميار، الرسالة وصلت، شكرا جزيلا.
اتفضل. بص يا مهند، هي طبعا الرساله بتاعتها كويسه جدا، بس انا عايز اقول حاجه بقى. دايما الاسر بتفتقد، علشان خاطر ان انا اطلع شاب كويس جدا وناضج في المجتمع لازم اعمل له مشاركه اجتماعيه. يعني ايه؟ هو مثلا دخل في سن 11 12 13 سنه في البدايه، احنا عندنا مثلا مناسبه عائليه، المفروض انا ابني يكون معايا. ما ينفعش يقول لا انا مش هاجي، انا رايح اصل رايح مع صحابي. لا، ده انا لازم اعلمه واحسه على المشاركه والتفاعل الاجتماعي. وانا عايز اركز كمان مع حضرتك يا دكتور على حاجه، ان الفكره دايما ان احنا بنعالج الظاهره بعد ما بتحصل. يعني انا ببتدي التفت لان ابني مراهق بعد ما هو بيبقى مراهق، طب انا بنيت فيه ايه قبل ما يوصل للمرحله دي عشان لما يوصلها انا وهو نعديها بسلام؟ بص انا عايز اقول لك حاجه يا مهند، للاسف غياب دور الاسره. هقول لك حاجه، هو المراهق مش حاسس ان هو مراهق، هو المراهق مش حاسس ان هو بيرتكب اخطاء. بص انا عايز اقول لك حاجه، وبقول لك ايه، انا عايز اعيش شبابي، انا مراهق، انا هخرج هتفسح هروح مع اصحابي هاجي. المراهق ما يعرفش ان هو بيرتكب اخطاء، ولكن دور الاسره بيقع في مرحله المراهقه بنسبه 50 60%. شوف انا بقول لك، بص اللي قد ايه، نسبه 50 60% دور الاسره. لازم الاسره يكون عندها الصبر، لازم الاسره تساعد ولادها على المشاركه والتفاعل الاجتماعي في جميع المناسبات. رايحين مثلا فرح عائلي، يجي معانا ابني مثلا يخرج بالثلاث اربع ساعات انا ما اعرفش هو فين، وفي الاخر عنفه لما يجي بعد ما يكون ارتكب الخطا بره. طب ما انا ممكن كولي امر ابني مثلا خرج رايح مع اصحابه مكان ما، طب ما انا ممكن في مره اطب عليه في المكان ده، احسسه ان انا في ظهرك. فكره المتابعه الدائمه، المتابعه، احسسه ان انا معاك. معاه موبايل مثلا، امسك الموبايل اشوف هو بيكلم مين او ما بيكلمش مين. دي مش اسمها اقتحام خصوصيه. دايما المراهق، دايما الشاب بيفتكر ان اهله قاسيين واهله وحشين، بالظبط. ما هو هيوصل معاهم لفكره قافلين عليا، ده بالظبط. شوفه صاحبي بيروح بيخرج بيرجع الساعه 2 بالليل، ده صاحبي بيروح المكان الفلاني. لكن للاسف ما يعرفش ان هم بيتعاملوا معاه من باب الابويه. طب العلاج هنا ايه يا دكتور، ان احنا نقدر نوصل لحلقه وصل ما بين المراهق وما بين اول الاهل؟ حاجه الصبر. يعني ايه؟ يعني مثلا مش من موقف او موقفين انا ما قدرتش احتوي ابني ازهق، لا، لازم يكون عندك صبر، لازم تكون صبور في المرحله دي. الحاجه التانيه، لازم يكون عندك حوار متبادل. الحاجة الثالثة، ما تخاطبش ابنك من مستوى تفكيرك، انزل من مستوى تفكيرك لمستوى تفكير ابنك وابدأ خطبه. الحاجة الرابعة، المتابعة والمراقبة، لازم يكون في متابعة. وما ينفعش ان انا برضو النصيحة دي للأب والأم، ما ينفعش ان الأب يقول لك أصل أنا شقيان في الشغل وبرجع الساعة مثلا بالليل ومش قادر ان انا أتابع الأولاد، فرامي المسؤولية والحمل على الأم. طب الأم مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها. طبعا الأم مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها، لازم المشاركة الأسرية ما بين الأب والأم. الأب له أعباء وأحمال والأم لها أعباء وأحمال، الاتنين ولادهم مسؤولية منهم. ما ينفعش الأم تقول مثلا أنا لا مش فاضية ما أقدرش، ده ولد ما أقدرش أتعامل معاه. اشتركي ولو في دور. أنا عارف إن الميول بتكون إن الولد لما بيكبر الأب لازم يصاحبه، لأنه ممكن يتكلم معاه في حاجات ما ينفعش إن هو يتكلم فيها قصاد حد، والعكس صحيح مع البنت. البنت لما بتكبر في بعض التغيرات الانثويه تتكلم فيها مع امها، ما تقدرش تتكلم فيها مع حد غيرها، فالام هي بس مصدر. برضو ما ينعزلش الاب عن ما بنته ولا ينعزلش، الام عن ابنها. لا ينعزل، دايما لما يكون في صوره اسره يبقى الاب والام معاهم اولادهم، دايما لما يكون في خروج او في مناسبه الاب والام معاهم ابنائهم، علشان نقدر نوصل يا مهند ولادنا للطريق الصحيح ونوصلهم لبر الامان. اقدر اخلق يعني ابن او جيل قادر على تحمل المسؤولية، قادر على المشاركة الاجتماعية، قادر على التفاعل الاجتماعي. في يوم من الأيام، ودايما أنا عايز أقول حاجة حلوة قوي كده، دي مقولة معروفة طبعا، دايما لما أجي أخاطب ابني لازم أكون صادق معاه. علموا أولادكم الصدق، لأن طبعا الصدق سوف يعلمهم كل ما هو جميل في الحياة. وعندما تعلموهم الصدق لابد أن تكون صادقين معهم. بنشكر حضرتك، نورتنا النهارده ونصايح غاليه جدا، واتمنى الرساله تكون وصلت في موضوع المراهقه ده، ويعني نكون صادقين احنا مع انفسنا وندي لاولادنا القدوه اللي بيها لما نيجي ننصحهم او لما نيجي نرشدهم ان شاء الله يستجيبوا لينا. حلقتنا لسه ما خلصتش، هنروح لفاصل ونكمل، خليكم معانا بعد الفاصل. شكرا هذا البرنامج برعاية بأسنة أقلامهم رسموا لوحات من الكلمات
أشعت نورا خطوا للتاريخ سيرته، وللعلم قواعده، وللدين منهاجه. وما بين جمال الرسم وجلال الحرف كانت رحلة القلم، حروف من ذهب على النهار نور. حروف من ذهب يوميا الساعة 4:15 مساء على النهار نور. صحتنا وصحة ولادنا هي نور بيوتنا وحياتنا ودنيتنا. ليه هما مغلبيننا في الأكل؟ وإزاي نقنعهم يأكلوا الأكل الصح من نفسهم؟ هو إيه دور المخ في حياتنا؟ العناية بأسناننا وأسنان أطفالنا من وهم لسه رضع. هل في طرق تانية للتعامل مع السمنة غير الرجيم؟ هكون معاكم في نور بيوتنا، وهنتكلم على مواضيع كتيرة جدا تهم كل بيت وكل أسرة. صحتنا وصحة ولادنا. نور بيوتنا من الأحد إلى الجمعة الساعة 6:30 مساء على النهار نور. الحياة صعبة، أحداثها غريبة، بحبها بس كتير مش بفهمها. الحياة صعبة للي واخدها فهلوة أو عافية. إحساس الفشل صعب، حاولت كتير بس مش قادرة أكمل. هو العمر ممكن يرجع لورا؟ مش مهم اللي راح، لو اتعلمت منه اللي جاي هيبقى أجمل. بس أنت صدق واستعين بالله. أنا بعيدة ونفسي قوي أقرب منه. تعبت من كتر ذنوبي. تفتكر ربنا ممكن يقبلني بعد اللي عملته؟ لو عرفت ربنا صح هتعرف قد ايه بيحبك وقد ايه يحب يساعدك عشان تبقى معاه. الستات بصراحة دماغهم عجيبة. نفسي حد يفهمني ويقدرني. مش لاقي انسانة مناسبة. محدش علمنا اتصرف ازاي. الحياة فن، اقرا وافهم وتعلم فنونها، وبعون الله هتفتح الابواب المقفلة وحياتك هتبقى احلى. فن الحياة من الأحد إلى الجمعة الساعة 10 مساء على النهار نور. جيلنا لازم يفكر كويس قوي إيه اللي هنسلمه للأجيال اللي جاية. أنت صح، الجيل اللي جاي محتاج حد يفهمه علشان لما يكلمه يقدر يأثر فيه. وده دورنا، نختار اللي هنقدمه ونفكر ازاي نقدر نوصل. بالظبط، هنلعب ونفكر ونتعلم. اجيال 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 على النهار نور. على النهار نور. على النهار نور. اجيال الجمعه الساعه 4:30 مساء على النهار. هذا البرنامج برعاية طلب العلم فريضة على كل مسلم. دعني أطلب العلم وأسعى للرزق. أمرنا أن نتواضع لمن نأخذ منه العلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسألني رأيي في أمري بعد أن عرفت رأي الله فيه. أتخاف التآمر على الخليفة والخلافة، ولا تخاف على الإسلام والمسلمين. الصواب على وجه اليقين لا يعلمه إلا الله. عصر الأئمة يوميا 8:30 مساء على النهار نور. كل صوت كل حركة كل إحساس وحتى السكون به حكمة لمن يرى
تأخذك إلى عالم مختلف. سبحان لمن يبحث عن المستقبل. كلام الناس حكايات دايما بتعلمنا حاجات. أهلا بكم مرة تانية. إحنا حريصين في برنامج كلام الناس إننا دايما نتنوع بين الحاجات الاجتماعية والدينية بحيث إن إحنا نقدم رسالة كاملة متكاملة، وأنا شايف إن في تداخل بين الاثنين أساسا. إحنا وصلنا لفقرتنا الأخيرة في حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها عن خطورة من مخاطر الكلام وهي الشائعات. اسمحوا لي الأول أرحب بفضيلة الشيخ أحمد سعدون من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. منورنا. ده نورك يا حبيبي، الله يكرمك. نبدأ منين في موضوع الشائعات اللي هو يعتبر من كلام الناس أساسا؟ تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشائعات آفة من آفات اللسان، واللسان أخطر عضو في جسد الإنسان. ليه؟ لأن أكثر أهل الجنة من اللسان وأكثر أهل النار من اللسان. روى الإمام الترمذي عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الكلم عامة سواء كانت بالخير أم بالشر، يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. ممكن إنسان يتكلم كلمة طيبة ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، لم يكن يتوقع ولا يريد النتيجة الحسنة التي ترتبت على الكلمة، يعني مش متخيل ان الكلمة دي هتوصله. ممكن في مثلا مشكلة بين واحد ومراته وطلاها قبل كده مرتين وقف على الطلقة الثالثة وبينهم اولاد، يقول كلمة تهدي الرجل، فهذه الكلمة ترتب عليها خير عظيم جدا. وممكن يقول كلمة من وجهة نظر كلمة عادية هي كلمة سيئة لكن ترتب عليها شر عظيم جدا، يغضب الله على قائلها ما دام حيا حتى يقف بين يديه يوم القيامة ويحاسبه عليها. عشان كده زي ما حضرتك قلت في بداية اللقاء خالص أن الله عز وجل يحاسبنا على كل لفظ نتلفظ به، فالعاقل هو الذي يمسك بزمام لسانه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من خطورة الكلمة مخيفة يا شيخنا الآية دي قوي جدا. ما يلفظ من قول، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك ووضحه في أحاديث كثيرة جدا، منها يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ممكن الانسان يتكلم بكلمة تدخله النار 70 سنة، كلمة واحدة. يا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. لان الكلمة الله عز وجل لا يحاسب على الكلمة وانما يحاسب على نتيجة الكلمة، لان الكلمة ممكن تؤدي الى قتل بغير ذنب، ممكن تكون الكلمة شهادة زور تسجن واحد بريء، ممكن تتسبب في طلاق بين رجل وامرأة، ممكن تسبب في حروب وفتن، والفتنة أكبر من القتل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: إن أكثر خطايا بني آدم في اللسان. يبقى اللسان ده الموضوع خطير جدا وفي احاديث وايات كتيرة جدا. لو وقت الحلقة يسمح كنت سمعت العجب وامثلة من واقع الناس كثيرة جدا، لكن فعلا الامر جد خطير. طب امال ليه يا شيخ احنا مستهونين بالموضوع قوي ده؟ احنا اكتر حاجة بنعملها في حياتنا ان احنا بنتكلم، وكمان كلامنا ما بقاش يعني باللسان بس، سواء بقى بالموبايل برسائل نعم وعلى البحر زي ما بيقولوا، يعني صحيح مفتوحة كده كله صحيح بيتكلم في اي حاجة صحيح. ولذلك الإنسان ينبغي أن دائما يطلب العلم وأن يسمع لأهل العلم وأن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الكلمة لها خطر عظيم جدا. ما الكلمة هي التي تجعل الكافر مسلم والمسلم كافر. قال الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. لازم الإنسان يفكر في الكلمة قبل ما ينطقها. الإمام الحسن البصري بيقول:
إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء أمضاه بلسانه ولا يتدبره بقلبه. ده يعني دي حكمة بالغة. نعم طبعا. فكرة ان انت قبل ما تتكلم فكر، احنا فعلا كلنا بنقع في دي، ان احنا ممكن نبقى قاعدين بندردش اتنين اصحاب ولا تلاتة ولا اربعة ولا قاعدة، ونفضل نجيب في سيرة وفي نعمل وكلام ورايح جاي رايح جاي، وما نعرفش الكلام واخدنا منين لفين. نعم. وفي الاخر حتى زي ما حضرتك تقول كده ولا بيجي في بالنا احنا قلنا ايه ولا عملنا ايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، من صمت نجا. ويكفي ان اكثر اهل النار من اللسان، يعني اكثر اهل النار بسبب اللسان اللي هو بيتكلم ويفتح المجال للسانه دون ان يفكر في عقبة الكلمة. يعني الحل السكوت؟ لا طبعا. مش السكوت ان انا ما افتحش للساني على البحر الكلام اتكلم دون ان افكر في عقبة الكلمة. سيدنا ابو بكر تقريبا اللي كان بيحط حصى يمسك ويقول هذا الذي اوردنا للمهالك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يخاف من لسانه. هو فعلا يعني سبع لو أطلقه الإنسان لافترسه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يبقى ما نسكتش، لا أحبسه. أطلعه إمتى؟ أما يكون في فايدة في الكلمة، سواء في الدنيا أو الآخرة. الكلمه اللي اقولها فيها منفعه يبقى اقولها، ما هاش منفعه بس. خاصه بقى اخواتنا البنات والستات بقى والاعداد كلمات والكلام ده والاعداد كلها والرجاله دلوقتي كمان بقى والرجاله يعني. والله فعلا احنا بنقعد حتى كشباب، يعني اقول لحضرتك تجربتي حتى الخاصه لما بنقعد كاصحاب. تمام. بنبقى رايحين اساسا واحنا بنتقابل مش حاطين موضوع نتكلم فيه، يعني بنتقابل بغرض ان احنا نقعد مع بعض وندردش ونطمن على بعض، ثم الموضوع بقى بياخدنا نتكلم مره في كويس مره في وحش. فازاي نعمل يعني كنترول للاعداد اللي زي كده، خاصه الاعداد دي عشان هي دي بتطلع حاجات، يعني ان دايما لو كان الكلام فيه اساءه او انتهاك لعرض مسلم او غيبه او نميمه او غير ذلك، لازم يكون واحد يذكر الاعداء يقول لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بالله. واحد يوقف الناس عن الكلام. لكن لو كلام فيه منفعه، فيه خير، فيه علم، في مثلا مشاورة في مشروع، لا بأس يعني نبقى مصحصحين. أيوه. طيب ندخل بقى في موضوع الحلقة، إن جزء من الكلام أو من كلام الناس عامة هو الشائعات. نعم. ودي يعني خطورتها بقى حضرتك اللي بل هو أخطر آفات اللسان على الإطلاق. الشائعات الأخبار التي توقع الفتن بين الناس أو تؤذي مسلم أو مسلمة أو دولة أو فئة أو طائفة. يعني خبر لا أعرف له مصدر صادق، هذا الخبر يؤدي إلى فتنة أو يؤدي إلى إيذاء مسلم أو مسلمة، حتى ولو كان هذا الإيذاء جرح مشاعر فقط أو إحراج فقط. الله عز وجل حرم الشائعات، فقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكلام في أعراض المسلمين والمسلمات جريمة. خلي بالك وركز وأؤكد على السادة المشاهدين، الشائعات التي نتكلم عنها سواء كان الخبر صدقا أم كذبا نشره جريمة. إن كان صدقا فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو نميمة، وكلاهما من الكبائر. حضرتك بتقول إن إحنا نتكلم بقى هنا في عرض حد أو نجيب سيرة حد، ده اللي حضرتك تقصده؟ الشائعة التي توقع فتنة بين اثنين، بين اثنين أو تؤذي حد، تتسبب في إيذاء، سواء كان إيذاء بالطلاق أو بالسجن أو بالإحراج، جرح مشاعر، خسارة مادية، إهدار حقوق، ضياع، أي نوع من أنواع الإيذاء. يعني أي حاجة وأنا بقولها في نيتي الإيقاع بين الناس حتى لو هي صح أخد عليها نيتك مش نيتك، ما دام تؤذي ما أقولهاش، حرام محرمة. يعني لو كلمة أو خبر لو أخبرت به أحدا سيؤدي إلى إيذاء فهو محرم. ما هو عاقبة من يتكلم ويشيع الشائعات بين الناس؟ أنا سمعت خبر سواء كان هذا الخبر صادق أم كاذب وتكلمت به، ما العقوبة في الإسلام؟ عدة عقوبات، منها يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 عقوبات على هذا الذنب.
ومن ذلك أيضا أن من يتكلم في أعراض الناس فهو ملعون. يقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فالأمر جد خطير، بل الكلام في الأعراض يا أستاذ مهند يحبط ثواب الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش لا فلوس ولا أرض ولا بيت. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. نكمل نعرف مين المفلس بالظبط لكن بعد الفاصل. ماشي. كلمة وليها معاني كتير. هذا البرنامج برعاية الصلاة يا مسلمين، الصلاة الصلاة يا موحدين، الصلاة. الله أكبر الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكايات دايما بتعلمنا حاجات. مكملين الشيخ احمد كان بيقول لنا من هو المفلس، من هو المفلس الشيخ؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ صلى الله عليه وسلم. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس ما عندوش لا فلوس ولا ارض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا المعنى الحقيقي للمفلس، قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، عنده حسنات كتير، ويأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح في النار. يبقى الكلام في أعراض الناس، يأتي الإنسان يوم القيامة مفلسا من الحسنات بسبب أنه تكلم في أعراض الناس، لما في الكلام في أعراض الناس والشائعات من خطورة بالغة على المجتمع التي تفرق جمعنا وتشتت شملنا وتوقع بيننا البغضاء والشحناء. طب شق تاني من الشائعات بقى هو نقل الأخبار دون تأكد كده، وطبعا يعني فكرة السوشيال ميديا اللي موجودة دلوقتي، الفيسبوك والتويتر والكلام ده كله فاتح المجال قوي للكلام ده. أي حد بيقول أي حاجة في أي وقت. تمام. والمشكلة أن المواضيع بتتنقل وبسرعة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عايز أقول للشباب وكل الناس أن حتى لو شفت مقطع فيديو على يوتيوب ولا الفيس ولا صورة ولا كذا، وتحتها يقول لك الصورة ديت في المكان الفلاني مثلا، جابين صورة ناس بتبكي وبين عليهم الخوف جدا، ويقول لك ده فئة معينة في المكان الفلاني مضطهدة وبتتعذب وعايزين يطردوهم والكلام ده، وتلاقي الصورة دي ملهاش علاقة خالص، يمكن واحد دخل عليه تعبان ولا حاجة فخايف راح مصوره وقال الكلام ده. احيانا بلاقي على الفيس صورة مكتوب عليها كلام انها في المكان الفلاني والطائفة الفلانية مضطهدة، ولا نفس الصورة واحد تاني النشيرة بقول عليها تحت كلام تاني خالص. يعني دي غير دي، طب فين الحقيقة؟ طب احنا جاينا كمان رسالة على الاس ام اس، حد بيسألنا بيقول لنا لو هو نشر حاجة على الفيسبوك وتأكد بعد كده ان هي دي، يعني عرف ان هي كذب، نعم، يعمل ايه ودي كده عقوبته ايه؟ تمام. اولا يستغفر الله ثم يأتي بهذه الصورة وهذا الخبر ويكذبه، يعني ينشره مرة تانية تحت التكذيب، ويتعلم الامر الثالث انه مدام هذا الخبر الذي ليس فيه إيذاء وهو شافه بنفسه وتأكد بنفسه ينشره، إنما يعمل مشاركة الخبر هو مش متأكد من مصدره ولا من صحته يبقى منشروش. يعني لو يرجع تاني التوبة بتاعته هو إنه يرجع ينشره تاني بالشكل الصحيح، يكذبه بالشكل الصحيح. تمام. وأي حد عمل ده يعني مننا أو وقع في كده، دي التوبة بتاعت الذنب. نعم. طب لو نعم. هو يعني حاجات كتير يستغفر الله ويتوب ان شاء الله، يعني نسأل الله ان يغفر لنا جميعا. طب احنا عايزين نصيحة لنا احنا خاصة يعني مستخدمي السوشيال ميديا بشكل عام، فكرة ان احنا النشر ده اللي هو على طول على طول على طول، هو ده برضو يا شيخ احمد حسابه زي حساب الكلام باللسان؟ يعني فكرة بل قد يكون اشد، لان اللسان ممكن يكون في محيط ضيق، لكن الحاجات اللي هي على الفيس ويعملها مشاركة وبتنتشر ده بيبقى ضررها وانتشارها اوسع واخطر. فالمفترض ان يكون مواقع التواصل الاجتماعي مواقع لتبادل الافكار والمعلومات والحضارات والثقافات، مش تبادل الشتائم والسباب وكل واحد ينتصر لمذهبي او جماعتي او طائفتي او غير ذلك. ما ينبغي ان يكون هذا، ده بيصير بيننا الفرقة والشحناء والبغضاء، ما ينبغي ان يكون ذلك. طيب جاي لنا سؤال كمان على الاس ام اس، حد بيقول ان شخص بينقل كلام من شخص ثالث، يعني بيبتدي ايه بيتكلم بين الناس، يعني ده ليه عقوبة ولا؟ هو اذا كان هذا الخبر الذي ينقله فيه كما قلت ايذاء او ضرر لاحد، لا شك انه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ذنب عظيم اذا كان هذا الخبر يترتب عليه ايذاء مسلم او مسلمة او فئة او جماعة او دولة او غير ذلك. يعني الناس تخلي بالها قوي في موضوع الكلام ده، مش هين جدا للسان، مشكلة كبيرة جدا، ممكن تثور فتنة والله. احيانا الكلمة يترتب عليها قتل، ممكن عندي امثلة واقعية لكن الوقت الحلقة لا يسمع، لكن ان شئتم ذكرت شيئا من ذلك، لكن احيانا بل ساذكر ان شاء الله عشان الناس تتأكد فعلا. بس سريعا. حاضر. طب ناخد تليفون الاول ونقولها بس سريعا. ماشي. فارس السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا فارس. ممكن اسأل الشيخ سؤال؟ تفضل. تمام. في حاجات بتتشير على الفيس وكده فببقى مش متاكد من صحتها، بس ببقى خايف برضو لو ما شاركتش او مثلا لو ما شاركتهاش يكون مثلا كده انا قصرت في حاجه، او ان حد مثلا يكون حد ابنه ضايع او الكلام ده، فايه الحل او ايه العمل يعني؟ شكرا. يا فارس، هو حضرتك لو لاحظت يا استاذ فارس ان انا قلت الاخبار التي يترتب عليها ايذاء، انما فعلا ممكن احيانا في خبر واحد تايه ويكون هم لقوه من زمان، لكن انا لو عملت له مشاركه مفيش ايذاء، بل قد يكون لسه ما لقوهوش فيبقى فيه منفعه ومصلحه. يبقى احنا بنتكلم على الاخبار اللي نشرها قد يؤدي الى ايذاء مسلم او مسلمه،
سواء كان هذا الخبر صادق ام كاذب. يعني حضرتك لازم انا اكون عندي حكمه وربنا اداني عقل اشوف الخبر، نوعيه الخبر، هذا الخبر صح غلط، لو في ضرر منشروش، لكن لو في منفعه صح غلط ما فيش مشاكل، لو كانت معلومه او حاجه زي طب وفي حاجه بتجيلنا الفتره الاخيره برضو شير لمعلومات دينيه او حديث او كلام زي كده، لازم برضو اتاكد انها صح. كل الناس بتبدأ بقى تقول ايه انا كده بعمل الخير، لا احيانا كثيره جدا في احاديث مكذوبه يعني تتنافى مع العقل تماما، ومع ذلك الناس بتنشرها من لها مشاركه. المفروض اللي ينشر حديث يخرجه رواه مثلا البخاري او مسلم عن كذا، وانا برضو اتاكد ممكن يقول رواه البخاري وما رواهوش البخاري، فانا لازم حتى بنفسي اتاكد من صحه الحديث ان هو صحيح ام كاذب، اذا كان صحيح أو اقصد او موضوع او غير ذلك، لو تاكدت انه صحيح او اللي نشره ثقه يبقى انا انشره. اكمل. طيب حضرتك ايه الحاجه اللي كنت عايز تقولها لنا سريعا، بس سريعا جدا، القصه اللي بيها انما علاج الشائعات بقى لو الوقت يسمح يعني. كان في احدى القرى عندنا في الغربيه، في واحد لقى ابنه صديقه طفل صغير، ابن صديقه، فخده معاه وراح مشوار خارج البلد، وبعدين اتصل بصديقه قال له انا شفت ابنك واحد خطف عربيه ملاك وجرى. يا الله. فالاب ما لم يتملك نفسه، بيهزر معاه يعني. بيهزر معاه، هو اللي خده راح بيه مشوار، والولد راح معاه لانه صديق والده بيشوفه كتير عنده في البيت. فالام صرخت والجيران اتجمعوا في ايه، الولد اتخطف، ناس جرت على المساجد ناد في الميكروفونات، البلد كلها اتجمعت، طلعت سدت شريط القطر بالكاوتشات المحروقه والطريق، والامن المركزي جه والدنيا اتقلبت بسبب هزار. لازم اتاكد من الخبر، انت شفت ابني بيتاخد ما سيبته ليه؟ يعني لازم اتاكد من صحه الخبر. لا يعني كمان حضرتك لفت نظرنا لحاجه اخطر كمان، اللي هي الهزار في موضوع الاخبار وفي موضوع نعم. طيب احنا بنشكر حضرتك، انت نورتنا النهارده، وان شاء الله للحديث تتمه، وحديث حضرتك كله ما شاء الله شيق، وبنبقى قاعدين بنستمع كده واحنا يعني منصتين. الحمد لله، بفضل الله. بنشكر حضرتك، نورتنا يا شيخ. شكرا لك وسلام. طيب يا حبيبي. وبشكركم مشاهدينا، يا رب تكون يعني حلقتنا النهارده وجبه دسمه فيها الاجتماعي وفيها الديني. نخلي بالنا قوي في موضوع الشائعات ده، لو اي شائعه خليها تقف عندك انت، اوعى تنشر حاجه وانت مش متاكد من صحتها. نشوفكم ان شاء الله بكره على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي سمعنا وندور على الخير بالذات، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش بايدين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. هذا البرنامج برعايه جوه كلام الناس حكايات، دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية في يوم تجمعنا نطلع منها بحكمة ومعنى، ونفيد العقل اللي سمعنا وندور على الخير بالذات، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش بايدين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. جوا حياة الناس اسرار، الف طريق واحنا بنختار، جوا كلام